بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى ولديك الحسن والحسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. حديثنا تحت عنوان العدالة الإلهية حجة الله على الخلق. العدل لغة يعني المساواة، والأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. نلاحظ أن هذه المفردة استعملت في معاني أخرى، يعني مثلا من قبيل رعاية الحقوق، من قبيل إعطاء كل ذي حق حقه، أو مثلا إفاضة الوجود بمقتضى الاستحقاق. في الواقع إذا أردنا أن نلاحظ جميع الموارد اللي استعملت فيها مفردة العدالة، يثبت أنه لا يورد منها سوى معنى واحد. يعني هذه المعاني العديدة إذا أجمعناها نقف عند معنى واحد للعدالة، هو إقامة المساواة بين طرفي الإفراط والتفريط. طبعا بطبيعة الحال المراد من المساواة مو المساواة العقلية الدقية، لا، وإنما المراد بها المساواة التقريبية، المساواة في الواقع الاحتمالية، لا أنها المساواة الدقية بالدقة العقلية. من هنا إذا أردنا أن نسلط الضوء على أقسام العدالة، نلاحظ أن العدالة تنقسم بلحاظ من اللحائظ إلى عدالة إلهية وعدالة غير إلهية، يعني عدالة بشرية إذا صح التعبير. لكن نلاحظ أن العدالة الإلهية تنقسم بدورها إلى عدالة تكوينية وعدالة تشريعية وعدالة جزائية. إذا ندقق أيها الأعزة في أي واحد من هذه الأقسام الثلاثة، فإننا سوف نقف على أن معنى العدالة يساوي معنى الحجة في الأرض.
العدالة التكوينية بأن يعطي الله تبارك وتعالى كل موجود في عالم الكون ينطيه استحقاقه. وإلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بالعدالة قامت السماوات والأرض. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا معنى إعطاء القابلية والاستحقاق. أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لذلك تشوف من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن خلق السماوات والأرض: هذا الخلق الذي يعطي بكل وضوح العدالة الإلهية. يقول في نهج البلاغة في بدء الكون، لما يتحدث عن بدء الكون، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية، يعني بلا إعمال فكر، بلا روية أجلاها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحال الأشياء لأوقاتها ولا أم بين مختلفاتها وعزز غرائزها أو غرز غرائزها وألزمها أشباحها عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها، ثم فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، إلى آخر كلامه. عندما ترى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين عظيم خلق الله، يريد يبين أن الله تبارك وتعالى إنما خلق ذلك بمقتضى عدالته، أعطى كل شيء استحقاقه، أعطى كل شيء في الواقع ما خلق له، ما خلقه له. وفي خطبة أخرى الإمام سلام الله عليه في عجائب خلق الكون، تحدث أمير المؤمنين في نهج البلاغة، يقول: ابتدعهم، يتكلم عن أصناف المخلوقات مثل الطيور، مثل البهائم، مثل الوحوش، مثل في الواقع الزواحف وإلى آخره. شوف شلون يصور أمير المؤمن، يقول: ابتدعهم خلقا عجيبا من حيوان وموات وساكن وذي حركات، وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعه وعظيم قدرته من قادت له العقول معرفة به. هذا هنا اللي أريد أقف عليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: هذا العجيب في خلقة الله تبارك وتعالى، أصناف الخلائق، أصناف الموجودات، هذا في الواقع حتى تنقاد العقول إلى معرفته، من قادت له العقول معرفة به ومسلمة له، ونعقت في أسماعها
دلائله على وحدانيته. لاحظ كيف يقول هذه نعقت يعني صاحت يعني صرخت. تشوف عالم الكون من الذرة إلى المجرة ينادي بالعدالة الكونية الإلهية، وما وجود الشرور إلا من صنع الإنسان بما كسبت أيدي الناس، هذا لا شك ولا شبهة فيه. طيب، عندما نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه يذكر ما يذكر من عدالة الله في خلقه لأجل أن يقول أن ذلك إتماما للحجة، المراد أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على عباده من خلال عدالته، العدالة التكوينية. المراد من الحجة هو البرهان، الحجة هو الدليل، الحجة هو في الواقع الدليل الذي يقيمه الله على عباده ويجعل الأساس. لذلك الله تبارك وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر وينذر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. عندما تنظر إلى آثار مخلوقات الله تبارك وتعالى هنا تبين لك بديع صنعة الله وصنيعه، وتبين لك أعلام حكمته، هاي كلها حجج لله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لذلك تشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا نرجع إلى نهج البلاغة في خطبة رائعة، خطبة تسمى بخطبة الأشباح، عندما يقول في هذه الخطبة وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته واعتراف الحجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته. يقول هذه العالم الإمكان، هذا البديع في الصنعة وفي الخلق كله إنما هو حجة لله ودليل عليه، وإن كان هو خلقا صامتا، جبل تشوفه، البحر تشوفه، الأشجار صامتة، لكن هذه حجة بالتدبير ناطقة. شوف لاحظ الجميل في تعبير أمير المؤمنين، يقول هذا العالم الكوني، هاي الحجة التكوينية، هذه العدالة التكوينية، يقول وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة. لذلك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث عنه يقول الصورة الإنسانية هي أكبر حجة لله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه الله بيده، الكتاب الذي كتبه الله بيده. نعم، هكذا تشوف ورد أن العاقل حجة لله على خلقه، كما أن القرآن حجة لله على خلقه، هكذا العقل. فالقرآن آمر وزاجر وصامت وناطق، حجة الله على خلقه. طيب، هذا إذن أولا العدالة التكوينية، نظام عالم الإمكان كله يصرخ بعدالة الله. اثنين، العدالة التشريعية، وهي أيضا حجة من حجج الله في الأرض، هذه الشريعة التي متع الله بها العباد، يعني الأنبياء، الرسل، الكتب، هذه كلها في الواقع من موجبات كمال الإنسان، هذا أيضا من عدالة الله تبارك وتعالى.
أنه ما ترك الإنسان سدى. لذلك تشوف الخوارزمي يقول، الخوارزمي الحنفي في كتابه المعروف مقتل الإمام الحسين، مقتل الإمام الحسين للخوارزمي اللي هو من في الواقع المذاهب الأخرى، يقول إن النبي قال للحسن والحسين، للحسن أنت حجة ابن حجة وأخو حجة وأبو حجج، للحسين أبو حجج تسع تاسعهم قائمهم لشرف ذكرهم الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هؤلاء هم الحجج، أي الحجة التشريعية في هذا المعنى، يعني كونهم حجج. ينقل ابن كثير في البداية والنهاية عن الشافعي من أئمة الفقه غير الإمام الشافعي، عن الشافعي وهو من أئمة الفقه والأدب، يقول وسائلي عن حب أهل البيت. لاحظوا هذه الأبيات يذكرها ابن كثير عن الشافعي، يقول وسائلي عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد، هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدى والرشد. حيدرة والحسنان بعده ثم علي وابنه محمد وجعفر الصادق وابن جعفر موسى ويتلوه علي سيد أو علي السيد، أعني الرضا ثم ابنه، أعني الرضا ثم ابنه محمد ثم علي وابنه المسدد والحسن الثاني وتلوه محمد ابن الحسن المفتقد. يشير إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول أئمة أكرم بهم، أئمة أكرم بهم، أئمة أسماؤهم مسرودة تطرد، هم حجج لله، هم حجج الله على عباده وهم إليه منهج ومقصد. هذا صاحب البداية والنهاية يذكر عن الشافعي. إذن العدالة التكوينية وهي حجة من حجج الله في الأرض، العدالة التشريعية هي حجة من حجج الله في الأرض، ثالثا العدالة الجزائية وأيضا حجة من حجج الله في الأرض. العدالة الجزائية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى أنه في مقام المكافأة في الواقع يفرق بين المحسن والمسيء، الشخص إذا كان محسن الله تبارك وتعالى يفرق بينه وبين المسيء، المحسن يثيبه، المحسن يؤجره، وأما المسيء فهو حسابه عند الله. وإلى ذلك يشير قوله تعالى الآيات الكريمة الكثيرة الواردة في هذا المعنى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أو في آية أخرى ليجزي الله كل نفس بما كسبت. طبيعي من الواضح أن مقتضى العدالة الإلهية أن الله تبارك وتعالى يعطي المحسن أجرا وثوابا بمقدار إحسانه، ويعاقب المسيء
بمقدار إساءته، وهذا أيضا هو هذا مفهوم العدالة. لذلك إذا أردنا أن نلاحظ العدالة في القرآن الكريم، نلاحظ مثلا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم لعلكم تذكرون، أو قوله تعالى في آية أخرى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا أيها الأعزة لاحظوا، الله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية القرآنية المباركة بأن العدالة في باب القضاء أمر حتمي، يجب عندما يحكم الإنسان أن يحكم بالعدل. لكن السؤال العجيب المطروح، وهو أن الله تبارك وتعالى لم يبين ماهية هذه العدالة، ما ذكر لنا شنو معنى العدالة، ما بينت الآية القرآنية ما هو تعريف العدالة وما هي حدود العدالة. لماذا؟ شوف، كثير آيات قرآنية لربما نمر عليها بعضها في القرآن الكريم تبين وتأمر بالعدالة، لكنها ما تبين شنو معنى العدالة. هذا شو يعطي الجواب؟ أرجو الالتفات. يعطي بأن العدالة وهو حجة الله، العدالة من الأمور الواضحة والبسيطة ومن المفاهيم اللي يستطيع الإنسان أن يدركها، يستطيع أن يستوعبها. وهذا يعني أن العدالة كانت واضحة عند الإنسان، عند البشر وعند المسلمين حين نزول القرآن الكريم، فما كان أكو داعي لأن يوضح القرآن معنى العدالة. الناس يعرفون حدود العدالة، يعرفون أبعاد العدالة. فلذلك شوفوا الآية القرآنية، الدقة في الآية، اختتمت سميعا بصيرا، يعني تذكير الموعظة، يعني أنت هم سامع وهم باصر، تعرف شنو معنى العدالة. وأيضا قوله تعالى: أن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية هم أيضا تبين ما نسعى إلى إثباته في حياتنا الدنيا، هو العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى، الانتهاء عن الفحشاء، الانتهاء عن المنكر، الانتهاء عن البغي. هنا أيضا تشوف الله تبارك وتعالى يذكر العدل لكن ما يبينه، ما يشرحه. هذا يعني ماذا؟ يعني أن العدل واضح ومبين. آية ثالثة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هنا هذه الآية لها أهمية كبرى، الأهمية الكبرى اللي تبين هذه الآية العدالة، بحيث إذا لم يراعي الإنسان العدالة يلغى حكم شرعي في الإسلام وهو تعدد الزوجات. هذا الحكم يكون منفي إذا هنا ما تتحقق العدالة، ولا يمكن تعليق حكم من قبل الله على أمر غير واضح، فإذا العدالة واضحة. أيضا آية أخرى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. هنا أهمية البالغة المعطاة للعدالة في هذه الآية، الله تبارك وتعالى جعلها مساوية للإيمان بكتابه. قل آمنت بما
أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وأيضا هنا نلاحظ بأن الله تبارك وتعالى ما يبين ما يشرح معنى العدالة، مما يدل على أن العدالة واضحة وهي إقامة الحجة، ولله الحجة البالغة. شنو معنى البالغة؟ يعني بالغة للبشر كلهم أبدا، ليس هنالك من لم تصله الحجة الإلهية على الإطلاق. مقابل العدل الذي هو حجة لله مقابله الظلم، وهو أيضا واضح. كما أن العدل واضح المعالم، واضح المفهوم. ماكو الآن إنسان يقدر يقول أنا شو ما أفهم شنو معنى العدل أبدا. وهكذا الظلم. لذلك التشوف لوضوح مفهوم الظلم، الله تبارك وتعالى ما شرحه ما بينه. ربما الظلم أوضح من العدل. لذلك يوم القيامة أول نداء ينادى به: هذا يوم لا يجوزني فيه ظلم ظالم قط، ظلم ظالم قط. الله. لذلك أما والله إن الظلم لؤم، ولا زال الظلوم هو الملوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. بالله عليكم، هل طرق مسامع الدنيا أهل بيت ظلموا كأهل بيت المصطفى؟ أهل بيت ظلموا كأهل بيت النبي؟ تعرضوا إلى أقسى وأبشع أنواع الظلم وأنواع التعدي وأنواع من الجور. اقرأ التاريخ وشوف أمير المؤمنين الظلم الذي وقع على أمير المؤمنين، الظلم الذي وقع على رسول الله، الظلم الذي وقع على فاطمة الزهراء، بحيث زهراء ما تقول عبثا: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. الله الله. الظلم الذي تعرض له الإمام الحسن سلام الله عليه، الذي يعقد هذا المجلس باسمه، ظلم الإمام الحسن المجتبى، بالنظر إلى أن الراحل رحمة الله عليه حسني من أبناء الإمام الحسن المجتبى، سيد عزة الحسني رحمة الله تعالى عليه، من سلالة الإمام الحسن الذي تعرض إلى أبشع أنواع الظلم. إحنا إنما نذكر هذه المنصات التاريخية إخواني أخواتي حتى نتبرأ من الظلم، حتى لا نمارس الظلم. الإمام الحسن 47 سنة من العمر يسقى السم مرارا، تعرض إلى أبشع أنواع الظلم، ظلم في حياته، وظلم في تجهيزه ودفنه، وظلم حتى بعد إلى هذه اللحظة يظلم الإمام سلام الله عليه. أسباب ظلم الإمام الحسن كثيرة. أما عن مظلومية الإمام الحسن، روحي فداه من قبل شيعته ومن قبل من يعرفون حقه، فهذا نتيجة الجهل، جهل بدور الإمام، الجهل بدور في الواقع. كما ذكرت في المحاضرة السابقة أن الإمام هو الذي مهد صلح الإمام، هدنة الإمام، مسالمة الإمام، مهدت
لثورة الطف. إذن الجهل هو الذي أدى إلى ظلم الإمام سلام الله عليه. من جهة أخرى ثانيا، الظلم الذي انتاب الإمام من معاوية ابن أبي سفيان والحزب الأموي، هذا حدث ولا حرج من خلال جعل الأحاديث على الإمام من قبل مثلا كتاب الأحاديث عمرو بن العاص بن الوائل السهمي، المغيرة بن شعبة، ونظائر هؤلاء الذين كانوا يسترزقون من وضع الحديث، كان يأكلون من جعل الأحاديث. بعد حتى من قبل بني العباس ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه، من قبل بني العباس المنصور الدوانيقي اللي في الواقع كان في رأس الهرم للدولة العباسية، وقف ضده الحسنيون وقاموا وثاروا عليه، لذلك اجى وضع الحديث في الواقع النيل من الإمام الحسن المجتبى، يريد أن ينال من الحسنيين، فوضع الأحاديث الكثيرة للنيل من الإمام الحسن، أحاديث ملأت الدنيا وكذبها وجعلها واضح وبين. أنت تشوف الإمام الحسن بهذه العظمة، عبد الله بن الزبير، وهذا عبد الله بن الزبير ما محسوب على خط أهل البيت ولا على ملاك أهل البيت. شوي التفت لي لهذه الرواية، عبد الله بن الزبير جالس في مسجد رسول الله، يدخل الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فيتغير شكله ويأخذ بتصبب العرق، يتصبب عرقا، فقال له جليسه: ما بالك يا ابن الزبير؟ شو وراك؟ أخذت تصبب عرق. قال: انظر إلى هذا، ونظر إلى الإمام الحسن، قال: والله إني عندما أنظر له أتذكر هيبة جده المصطفى. هذا هو الإمام الحسن، كان يحمل هذه الشيم وهذه الأعراق وهذه الأخلاق، لكن ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه. كان إذا ذهب إلى الحج يذهب إلى الحج ماشيا والنجائب تساق أمامه. تعرف شنو يعني النجائب؟ يعني الخيول الأصيلة، الخيول النجيبة تساق أمامه، وهو يمشي حافي. فيجي مروان بن الحكم يقول له: يا ابن رسول الله، لقد قطعت السير، المسلمين وراك يحجون، لكن لما يشوفون قافلتك ما يقدرون يتقدمون عليك، وأنت تمشي راجلا والبقية تمشي راكبة على دوابها، لقد قطعت السير. حسدا، شوف الحسد اللي يغلي. فالتفت إليه الإمام قال: لم أقطع السير، وإنما السير مفتوح. هذا هو الظلم الذي انتاب الإمام الحسن سلام الله عليه. بعد أشد الظلم أيها الأعزة، أشد الظلم إذا يأتي من القريب، وظلم ذوي القربى أمض على الفتى من وقع الحسام المهندي. الإمام الحسن ظلم من أقرب المقربين إليه، كان يطلقون عليه تلك العبارات، يطلقون عليه، للأسف والتاريخ يعيد نفسه، الله أكبر، يطلقون عليه تلك العبارات وهو الإمام الحسن المجتبى. لذلك هذا هو يأثر في قلب الإمام سلام الله عليه. لذلك عندما سمعت العذراء مريم
تهمة أقربائها إليها جرحها جرحا كبيرا في قلبها. صور القرآن يصور مقالة العذراء مريم سلام الله عليها عندما توقعت أن تسمع من أهلها كلمات جارحة، ما كانت تتوقع أن تسمع ذلك. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليش؟ لأن كما قلت لك ظلم ذوي القربى أمض على الفتى، أن يجي صديق إليك ولا قدر الله يطعن بك، هذا ظلمه أشد من ظلم العدو. نعم، تشوف اللي وقع من ظلم الإمام الحسن من ابن عمه عبيد الله ابن العباس عندما أرسله الإمام في 12,000 محارب لمواجهة الطاغية الباغي معاوية، فأغراه معاوية. هاي الدنيا اللي تغري للأسف، تضر وتمر وتغر. أغره بدريه مات، فذهب ترك الإمام الحسن 12,000. هذا طبعا يألم الإمام، وطبعا هذا أخذ استحقاقه في الدنيا قبل الآخرة. بسر ابن أرطات دخل إلى اليمن، دخل على زوجته، أخذ طفلين لعبيد الله ابن العباس وقطع أوداجهما، قطع رأسهما أمام أمهما. لذلك هي كانت تردد هذه الأبيات: ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما سمعي وقلبي فقلبي اليوم مزدهف، ها من أحس بابني اللذين هما مخ العظام فمخ اليوم مختطف. هاي عاقبته، لكن على أي حال دفع ثمن كثير باهظ. نعم، الإمام سلام الله عليه تحمل ما تحمل وعانى ما عانى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى سقي السم، روحي له الفداء. ولما مر الإمام الحسين شوف الظلم منع من أن يدفن إلى جوار جده، منع أن يدفن إلى جوار جده البيت الذي ولد فيه الإمام. على أي حال، قال أخي حسين لا تهرق في ملء محجمة دما، فذهب به إلى البقيع ودفنه هناك وجلس على قبره، ليلة الجمعة. نريد نقرأ عزاء من لسان الإمام الحسين على أخيه الإمام الحسن: أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي ورأسك معفور وأنت سليب؟ أو أستمتع الدنيا لشيء أحبه؟
ألا كل من أدنى إليك حبيب فلا زلت أبكي ما تغنيت حمامة عليك وما هبت صبا وجنوب وما هملت عيني من الدمع قطرة وما اخضر في دوح الحجاز قضيب بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب غريب غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب ولا أخي أخي حسن ولا يفرح الباقي خلاف الذي مضى هيا يا وكل فتى للموت فيه نصيب فليس حريب من أصيب بماله ولكن من وراء أخا حريب هذا نعي الحسين لأخيه الحسن لكن حر قلبي من الذي نعى الحسين الذي نعى الحسين وقفت عليه الحوراء زينب وهي تنادي وحسيناه ألا وسيداه وشهيدا ذبحوه من قفاه وقتيلا عاريا فوق التراب وشهيدا جردوا منه الثياب وكريما رفعوه في الحراب وغريبا غسلوه في دماء لست أنسى زينب لما أتت خلي قلبك في كربلاء في كربلاء ليلة الجمعة لست أنسى زينب لما أتت لأخيه
محمود رأته أعولت، إش صاحت؟ ودعت بالمصطفى وانتدبت بأبيها المرتضى وأبت أفتديها مذهوات فوق الحسين لثمات منحره والودجين وهي تدعو وحسينا وحسين وقتيلا في السماوات عزا ودعت يا قام من يرحمنا ويوسد خيرة الله لنا من يواريه ومن يمنعنا عن عدانا وعلى الله جزاء. ثم لما لم تجد منهم مجيب شقت الجيب ونادت بنحيب يا رسول الله قم هذا الحبيب في اليفا في اليفا في اليفيافي لا تواريه عدا قوم يا حيدر يا حامد خيل إدارة على ابنك زلمها وخيلها وين اللي يعتني ويخبر ابونا ويقل حسين غمضهن عيونا او يقل زيان تخبرك ولانا الشمار غيرتك يا داحي الباب يا بو يا علي انا تشلشل الليل ودارت علينا الزلم والخيال وجسام والاكبر مجاتيل وعباس مرمي بغير التغسيل بعد يا حجة الله هو الحسين بيمثله وتمثيل أيوة حسينا أو سجادنا يا مطروح ونحيل أنا تعني تخي وانشد علي وتعثر بثوبي ونادي قصدي أشوف أن وحاجي سمعتي وين وتقربت لي ولكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وفقنا لمراضيك. اللهم عجل ظهور إمام زماننا يا الله. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اشفي كل مريض. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وعن أهلينا وعن أحبابنا وإخواننا وعن العباد والبلاد برحمتك ولطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. اقضي حاجة كل محتاج.
اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بالمديه، وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، اللهم صل على محمد وآل محمد.